أسعد الله أوقاتكم. اليوم إحنا عندنا ماري عروسة فادي، العازف فادي جبرائيل، وإحنا كانت عندنا فكرة إنه العرس والحنة تصير تراثية. وطبعاً نشكر العروسة والعريس وأم العروس، أم العريس وأبو العريس، لأنه قبلة وكل شيء وثقة. فاحنا طرحنا انه تلبس العروس، وهي نشكرها لانه قبلت مو بدلات ومو اشياء. هسه اريد نثبت هنا شيء للي يقولون الهاشمي خليجي، نقولهم لا، الهاشمي عراقي سومري، امتداده للدولة السومرية وللفترة السومرية، ومو نبقى كل شيء نضيفه انه لفلان جهة. لا، الهاشمي من العراق طلع الى باقي البلدان. اليوم العروس تلبس هاشمي احمر، وهنا عندنا رسائل راح نعطيها. اولا، لبسناها الهاشمي لانه عراقي. اثنين، اختارينا لها لون الاحمر لانه الكرد عرايسهم بالاحمر، والعروسة مسيحية. فانتوا شوفوا، العروس مسيحية والهاشمي عراقي سومري، والسومريين هم بالجنوب والوسط العراق وبغداد. ثلاثة، اللون الأحمر يدل على لون عرائس الكرد. وهسه أم مريم راح تبدي تلبسها. هنا الرأس راح يصير حسب مناطق. هنا الكرد، الكردستانيين في عقرة. ليش راح نقول في عقرة؟ الكردستانيين في عقرة من مسيح الى مسلمين كرد الى يهود يلبسون هذه بالراس، واللي يسموها تاسيسر، يعني طاسة الراس. هنا الهاشمي لوسط وجنوب العراق، اللون احمر للعرايس، العروس مسيحية، الراس يشترك به هذه القطعة تسمى تاسيسر، تشترك بها الكردستانيين من مسيحيين الى يهود الى كرد، يعني في كردستان. وام مريم اقعدي حبيبتي، شوفوا هسه ام مريم راح تلبسها. العرايس قبل ما كانت اكو بدلات، راح نلبس عروستنا وراح تشوفوها تقعد بحفله الحنه بالزي التراثي. هسه هنا لبست الراس اللي رات ام مريم هنا، اي زين. واحنا العرايس سبق وانه قلنا كل عرايسنا ما يطلعون اذا مو عبايه، فعبايه العرس بيضة، ومن هاي عبايه العرس تكون بيضة. وهسه هي حنه ايضا بالحنه، والقطعه قديمه يذبوها على راسها. هسه خلي اولا تنحط هيجي، وبعدين من تجي قعدوها ام مريم. ما كانت اكو عروسة، وهاي الهسه راح نسوي زفة بالشارع، زفة عريس. ما كانت اكو عروسة، سواء الاخوة المسيحيين من يدخلون للكنيسة لازم تغطي وجهها قدام، مو صحيح ام مريم؟ خلي ام مريم تشرح لنا هاي تغطي وجهها. وايضا المسلمات، وايضا الصابئة، يهود العراق، الكل راح تغطي وجهها هيجي، لانه الوجه ما راح وهسه احنا راح نسوي بالشارع زفة تراثية، هي ايضا راح تلبسها. فتنذب الهباري، المناطق اللي يلبسون هسه هاي هبرية، هاي هبرية لوسط لسهل نينوى، هاي هبرية قرقاشية، خلينا نقول تنذب الهباري. زين ام مريم، خلصنا. عروستنا جاهزه، وانتظرونا انتظرونا للزفه راح نسويها بالشارع. الزفه راح تطوف ثلاث احياء من قرقوش. كانت وياكم زهره زنقنه لتوثيق الزي العرايس العراقي. الف شكر.